السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدى من خلال اعزائي الكرام راح نشارك معكم تصريحات جد مفرحة من الكوتش جمال الماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري بخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. تصريحات راح تفرحكم ان شاء الله في هذا الفيديو، ونتأكدوا باللي انه رانا نتمشوا في الطريق الصحيح. وكذلك اعزائي الكرام راح نشارك معاكم اخبار المنتخب الوطني الجزائري الاخرى المختلفه، اين هنالك صراحه حمله شرسه ضد الكوتش جمال الماضي من اجل تشويه سمعته، وكذلك من اجل تسليط عقوبات من طرف الفيفا والكاف على الكوتش جمال الماضي بسبب العديد من النقاط. راح نشارك معاكم ان شاء الله في هذا الفيديو كل شيء، كل التفاصيل راح تعرفوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام دعونا نتوقف في نقطه ونأكد باللي أن الجمهور الجزائري معظمهم أو يعني فئة كبيرة من الجماهير الجزائرية يعني ما بقاتش يعني صراحة عندها أمل، أو خليني نقول كرهت من الانتظار الطويل، لأنه لحد الآن الفيفا مازال ما صرحت ولا بتصريح حول قضية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. هي سلطت عقوبة مؤخرا على الجزائر، ولكن قلنا لكم باللي أنه تلك العقوبة ليست متعلقة بملف اللي بعثناها احنا للفيفا. هذه العقوبة سلطت بسبب الملف اللي بعثه بكاري قاسما ومحافظ اللقاء إلى الفيفا. على كل حال الفيفا طولت، والجماهير الجزائرية بدأت تكذب كل ما يتداول حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا من حقهم لأنه كرهوا. حتى أنا شخصيا أعزائي الكرام كرهت هذه القضية، ماذا بين اليوم ولا غدا ولا بعد خمس دقائق الفيفا تخرج لنا يعني بقرار وتقول لنا واش راح نعاودوا المباراة ولا لا، لأنه الجمهور الجزائري نحسن له العون كره هذه القضية. حتى أنا شخصيا كرهت هذه القضية، يعني سسبنس بزاف، مازال الحكايه مطوله، احنا كرهنا يعني يقولوا لنا واه يقولوا لنا لا، اذا قالوا لنا واه تبارك الله، اذا قالوا لنا لا ما نعاودوش المباراه، مازال باقيه يعني امور قانونيه اخرى نزيدوا نفعلوها ونطلعوا الملف نتاعنا للمحكمه الرياضيه. وللجماهير الجزائريه الاخرى اللي تقول رانا نبيعوا الاوهام للجمهور الجزائري، بالماضي اليوم رد عليكم، مش انا شخصيا، بالماضي هو اللي رد عليكم، قال لكم باللي انه عندي في راسي يعني أمل بسيط من أجل التأهل إلى المونديال، مونديال قطر سنة 2022، بالماضي هو اللي صرح بهذا التصريح، وبالماضي أعزائي الكرام هو اللي عنده علم ودراية بالملف للاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي بعثوه للفيفا. هذه حاجة باينة باللي بالماضي قالوا له واش كاين في ذاك الملف، وأنه كاين يعني كاين أمل عفوا باه نتأهلوا إلى المونديال أو نعيدوا المباراة. مدرب المنتخب الجزائري هو اللي صرح بهذه التصريحات مش حنا، إذا ما كناش نبيعوا الوهم. وحتى لو كان كنا نبيعوا الوهم اعزائي الكرام، انا كانت عندي قضيه كنت متشبث فيها، هو انه حق الجزائر ما راحش نسمح فيه، وباه ندافع على حق بلادي. هذه ماشي جريمه عزيزي الكريم، ما تجيش صندوق التعليقات تقول لي راكم تكذبوا علينا. اذا راكم تشوفوا باللي احنا رانا نبيعوا الوهم لا تشتروه مننا. ها هو بالماضي يعني قال باللي انه عندي امل، مازال عندنا امل باه نتاهلوا الى المونديال. الحمد لله كل التصريحات اللي كنا نجيبوها لكم سابقا صحيحه 100%، ويعني هذه التصريحات مطمئنه من الكوتش جمال الماضي، فهنالك فرضيه اعاده مباراه الجزائر والكاميرون. ان شاء الله اعزائي الكرام ادعوا معنا، ما باقيش بزاف وراح تفرج هذه القضيه، وان شاء الله نسمع اخبار لصالح المنتخب الوطني الجزائري. اذا اعزائي الكرام خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، ما رايكم حول تصريحات الكوتش جمال الماضي وهذه الجرعه من الامل الجديده التي قدمها للجمهور الجزائري. إذا حاليا ننتقل إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بالهجوم الشرس الذي سلط على الكوتش جمال الماضي. هنالك من حرف تصريحات بالماضي، هنالك من هاجم بالماضي، هنالك أيضا من يعني طالب الفيفا والكاف للتدخل من أجل معاقبة الكوتش جمال بالماضي. طبعا بعد تصريحات بالماضي الأخيرة التي رد على منتقديه وأكد أنه باقي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري وانتقد حكام إفريقيا بالخصوص بكاري قاسما، اندلعت حملة شرسة من أجل تشويه صورة بالماضي وتحريف كلامه من أجل تسليط الكاف والفيفا عقوبات ضد بالماضي. عدنا هذا هو الهجوم الأول، هذا يخدم أعزائي الكرام كان عضو في الكاف عفوا، ويعني هو ضابط في الإعلام لدى الهيئة الإفريقية، وصرح قائلا إذا مرت تعليقات جمال بالماضي دون عقاب فلن يكون أي حكم بأمان في الجزائر. من الواضح أن بالماضي يحرض على العنف والاعتداء الجسدي، هذا غير لائق وغير مقبول وفاضح ولا يطاق. هذا هو الهجوم الأول أعزائي الكرام، هنا حرفوا تصريحات بالماضي وبداوا يعني يطالبون الفيفا والكابا هيجيوا ضد بالماضي. عندنا هذا الهجوم الثاني هو من أتباع سامويل إيتو، هادو خدامين مع سامويل إيتو أعزائي الكرام، وراح نشارك معكم كل شيء. دافيد إيبوتو
قائلا: الكاف والفيفا يجب أن يعاقب المدرب الجزائري بالماضي، وذلك نتيجة على تصريحاته مؤخرا، يعني حينما قال باللي أنه شفت أنه باكاري غاساما كان في المطار يشرب القهوة ويأكل بعض الحلويات الميتة بطبيعة الحال في المطار. معزز مكرم قال بالماضي: إحنا ما راحش نسكتوا على هذه الأشياء، ولا ألوم باكاري غاساما أكثر من اللوم يعني اللي كان في المطار وقدم له كل هذه يعني الهدايا وهذا الاستقرار الجيد في ذلك يعني في المطار هو ريبوميديان. وطبعا هذا دافيد إيبوتو صرح قائلا باللي أنه بطبيعة الحال المدرب الجزائري جمال بالماضي من الواضح أنه لم يستوعب بعد الإقصاء بلاده أمام الكاميرون، أدلى ببعض التصريحات الجدية للغاية مساء اليوم ضد الحكم باكاري غاساما، ويجب على الكاف والفيفا أن يعني يعاقبوا بالماضي على هذا الخطاب الغير المسؤول. كذلك أعزائي الكرام، التصريحات اللي انتقدها هذا اللي هو كاميروني، هذا الكاميروني أعزائي الكرام الذي يعمل أكاديمي ومستشار إعلامي في الكاميرون، صرح قائلا باللي أنه هذه هي تصريحات بالماضي اللي رانا ننتقدوها، حيث قائلا: بالماضي أعزائي الكرام الناس يتآمرون علينا ولن ندعهم مرة أخرى، لن يأتي أي حكم يعني لسرقة بلاد بأكملها. عندما رأيت هذا الحكم جالسا في صالة المطار وهو يتناول القهوة وكذا، إذن أيضا حتى في تركيا أخبرته باللي أنه أنت يعني لست يعني حكم جيد وحكم فاسد وإلى آخره، وقائلا: أنا لا أقول للجمهور الجزائري اقتلوا باكاري غاساما، ولكن لا نقبل هذا النوع من المواقف. يعني ما كان يقصد بالماضي، كان يقصد بالماضي باللي انه احنا ما راحش نسكتوا في حقنا، هو شفناه خارج معزز مكرم، كان من المفروض بعدما ان يعني دار هذه الفضيحه في الجزائر ديريكت تروح لبلادك، ما قالش بالماضي لازم نعتديوا عليه ولا نضربوه. التصريحات جامي خرجت من فم بالماضي اعزائي الكرام، بالعكس قالها في ندوته الصحفيه: انا ما رانيش نقول هاجموا يعني باكاري غاساما، بل انه انا الوم الاشخاص اللي كانوا في المطار اللي قدموا له كل هذا الاحترام بعدما ان سرق منا التاهل للمونديال، وقال بلي ما راحش نسكتوا على هذه القضيه ونوصلوها حتى الى اخر نقطه ممكنه. والاعلام الكاميروني بدا يقول بلي انه يعني بكاء بالماضي راهي يعني حرض الجمهور الجزائري باه يوليو يضربوا الحكام والى اخره. وطبعا هذا كما قلنا هو يعني لوبي من لوبيات سامر إيتو، حيث صرح قائلا سابقا: دعونا نحمي إيتو ونتركه يعمل بسلام. وسبق له أن دعم إيتو كما قلنا هذا المستشار بطبيعة الحال بعدما هاجم إيتو بعض أبناء الكاميرون الذين أرادوا التقاط بعض الصور معه وطلبوا منه بعض الإعانات. وطبعا أعزائي الكرام هؤلاء الناس وهؤلاء أعزائي الكرام الصحفيين والمستشارين هؤلاء يعملون من أجل تحسين صورة إيتو في الكاميرون. أما بالنسبة للهجوم الثالث جاء من الإعلام الكاميروني الذي حرف تصريحات بالماضي وطلبوا عقوبات من الفيفا والكاف، قائلين باللي انه بالماضي قال: نحن الجزائريون لسنا من شمال إفريقيا فقط ولسنا أفارقة، البلدان في افريقيا شيء اخر. هذه بالماضي كامل ما قالهاش اعزائي الكرام، بالماضي كامل ما قالش هذه التصريحات، يعني انا شاهدت الندوه الصحفيه من بدايتها حتى نهايتها، كامل ما جابش هذه السيره وما قالش باللي احنا مش من افريقيا، احنا رانا من افريقيا ورانا عارفين باللي اننا من افريقيا، ولكن ما راح يحدث في افريقيا عار. وبالماضي كيتكلم على حقه اعزائي الكرام يعني حاليا راه يهاجموه، يعني لازم الحكام يجيو لبلادك يديروا فيك المنكر، يعني يقدموا أسوأ المباريات، يسرقوا منك حلم المونديال، ومن بعد لازم تسكت ما لازمش تهدر. هذه الحاجة اللي تزيد تخليك تغيظك. وطبعا ها هما الكلام اللي حرفوه، حيث صرحوا قائلين أنه بالماضي صرح: عندما نذهب إلى إفريقيا، ويعني هنا بدات يعني تشوه الصورة نتاع بالماضي باللي أنه بالماضي عنصري وإلى آخره، قائلا: لا، نحن الجزائريون من شمال إفريقيا ولسنا أفارقة، البلدان في إفريقيا شيء آخر. أيضا يعني علينا أن نوقف هذا النفاق، يجب علينا حذر هذا المصطلح الإفريقي من لغتنا، احنا ما قلناش هذه الاشياء حتى، احنا من افريقيا وراكم عارفين باللي احنا من افريقيا، ولكن التحكيم الافريقي هو اللي سيء. وطبعا اعزائي الكرام المصدر نتاعهم الفضيحه هو انه كان يعني تغريده من موقع التواصل الاجتماعي مفبركه، ممكن انهم هم اللي زوروا هذه الصفحه ونسبوها للجزائر، عاملين العلم الجزائري وكذلك المصري وعاملين يعني اسم الحساب بالماضي. فهذه فضيحه اعزائي الكرام انه صحيفه كاميرونيه عندها مصادر من تويتر ومن أشخاص مجهولين، هذه فضيحة بطبيعة الحال، وكل همهم حاليا هو تشويه صورة بالماضي. كذلك أعزائي الكرام ما عدناش فقط هذا الإعلام، بل هنالك إعلام كبير جدا سواء من فرنسا من الكاميرون وكذلك حسابات موثقة يعني أرادت تشويه صورة بالماضي وطلبوا من الفيفا والكاف أنه يعاقبوا بالماضي. علاش صارت كل هذه البلبلة أعزائي الكرام؟
صارت كل هذه البلبلة لأنه بالماضي كان يتكلم صح، وأنه الكاميرون كذلك الفيفا والكاف وكل هذه الهيئات وبكاري قسمة يرتعبون من الخوف، يرتعبون بالخوف بسبب تحركات الجزائر. فليشهد العالم أنه أول مرة في التاريخ الجمهور اللي احتج لأول مرة في التاريخ عندما قرر الفيفا هو الجمهور الجزائري وظلما. وكذلك أعزائي الكرام بالماضي كي قال أنه يعني ما زال عندنا أمل بهنة أهله للمونديال، هنا الفيفا مش الفيفا فقط بل بكاري غاساما كذلك الإعلام الكاميروني الكاميرونيين المنتخب الكاميروني سامويل إيتو بحد ذاته راهم يرتعبون عفوا بالخوف، لانه الجزائر حاليا حسب تصريحات بالماضي، احنا ما راناش نجيبوا حاجه من رسالنا اعزائي الكرام، رانا نجيبوا تصريحات ونقلوها من اشخاص رسميين بالماضي، هذا بالماضي مدرب المنتخب الجزائري هو اللي راه على درايه واش كاين في الملف اللي بعثوه للفيفا. بالماضي قال كاين امل، حاليا اعزائي الكرام بعدما ان عرفوا انه حقا كاين امل وبتصريحات من رجل هو مدرب المنتخب الجزائري، ولاو يخافوا واش ولاو يديروا بهذه اللوبيات الافريقيه الافارقه، ولاو يعني اعزائي الكرام يكتبوا هذه التصريحات ويؤولوها وكذلك يحرفوها به الفيفا والكاف يعاقبوا بالماضي، لانهم عرفوا بلي انه الجزائر يا جماعه راها تتمشى في الطريق الصحيح. انا ما رانيش نقول لكم انه المباراه راح تعاد رسميا من النهار الاول، ما قلنا لكمش هذه الكلمه، ولكن ما دام كاين امل نبقى متشبث فيه، يعني من النهار الاول وانا نقول لكم هذا التصريح. وبالماضي قال بلي انه كاين امل قليل يعني بسيط بصيص من الامل راح نبقاو متشبثين فيه، هذا هو كل ما في الامر اعزائي الكرام. وهذه التصريحات التي اغضبت يعني اللوبيات الكاميرونيه، اغضبت سامور ايتو متاكد وارعبت سامور ايتو كذلك، يعني بعدما تدخلت يعني المنظمه العالميه لمكافحه الفساد في العالم اللي رئيسها جزائري قال باللي انه كاين ادله تاع الرشوه ورانا نعملوا عليها باه نقدموا للفيفا يعني دليل مادي. وبالماضي اعزائي الكرام باه قال عندنا امل، هذه حاجه بين المحيط نتاع الاتحاد الجزائري لكره القدم وشرف الدين عماره وصالح بن عبود والى اخره والى اخره، قالوا له باللي انه كاين ادله وكاين هذه وكاين هذه، بعد بالماضي صرح انه كاين امل، وكيف بالماضي قال كاين امل باه يعني نتاهلوا للمونديال ناضت القيامه في الكاميرون. الاتحاد الافريقي واعضاء من داخل الاتحاد الافريقي ما عجبهمش الحال وبداوا يأولوا تصريحات بالماضي وقالوا باللي انه بالماضي عنصري وكذلك بالماضي يريد يعني ويهاجم بكاري غاساما. احنا ما نهاجمو ولا واحد وما ننتقدو ولا واحد اذا خدم بالعدل، ولكن اذا ما تخدمش بالعدل وتسرق منا التاهل الى المونديال وين في بلادنا ما راحش نسكتوا على هذه النقطه، ما راحش نسكتوا على هذه النقطه. وبالماضي لم يقل اننا لسنا من افريقيا ولم يقل انه على الجمهور الجزائري ان يقتل او يضرب بكاري كسام، هذه الاشياء جامي قالها بالماضي وما قالهاش ومش راح يقولها، نعرفوا بالماضي اعزائي الكرام. فلهذا هم الحاجه اللي حيرتهم واللي جننتهم هو انه الجزائر تمشي في الطريق الصحيح، وكل الضغط اللي يشكلوه على الفيفا حاليا اعزائي الكرام كاين امل، كاين امل اعاده المباراه. والاعلام الكاميروني بكاري غاساما صامويل ايتو كذلك الكاف بحد ذاتها الاعضاء نتاع اعزائي الكرام كما شاركنا معكم سابقا خايفين من هذه القضية، بدوا يأولوا بدوا يحرفوا هذا الكلام ويعني يقولوا باللي انه بالماضي هو يهاجم هو يدير كذا وكذا وكذا، باه الفيفا ما تعطيناش حقنا ودير عقوبات ضد الكونجام الماضي، وان شاء الله ما يتحدثش هذه النقطة لأنه بالماضي يعني كل هذه التصريحات التي تداولت خاطئة مؤخرا، إلا التصريح اللي شاركنا معكم اللي قلنا فيه باللي أنه بالماضي قال أنه عندنا أمل باه نتأهلوا للمونديال، ما زال بقي هذاك الأمل نبقاو متشبثين فيه، وحنا ما راناش نقولوا المباراة تعاد، ولكن ما دام كاين هذاك الأمل نبقاو متشبثين فيه، على الأقل دير جاست، حنا رانا دايرين جاست أعزائي الكرام نوصلوها حتى يعني آخر نقطة باه نفعلوا جميع الوسائل القانونية باه نجيبوا حقنا، إذا تم ما جبناش حقنا على الاقل دير جاست، ما بقيتش قاعد ما بقيتش ساكت ما بقيتش راقد، هذا هو اللي بالموضوع اعزائي الكرام. وان شاء الله انه هذه التصريحات من الكوتش جمال الماضي تفرحكم، لانه انا طلع لي المراد صراحه بهذه التصريحات وان شاء الله تفرحوا بها ان شاء الله. وكان هذا الفيديو اليوم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام.